ست اللواء سامح، مساء الخير. طبعا ست اللواء اللي هو مش سامح هيقول سيف الكلام ده. اليزل، نائب ورئيس كتلة الأكثرية، مساء الخير يا ست اللواء. نور يا فندم، ومساء الخير على جميع ضيوف اهلا القناه. بيك. يعني انا متخيله انه الحماسه تحت، لو الحماسه هنا في الحلقه كده يبقى الحماسه تحت قبه البرلمان عظيمه يعني. والله يا ربنا يقوينا جميعا. طب يا سياده اللواء، الوضع ايه دلوقتي بالنسبه لهذه الماده؟ يعني هل انت مقتنع بفكره ال 25%، ولا ترى انه انتوا ائتلاف اوريدي موجود واوريدي بتقولوا انه عندكم كام عضو اولا في الائتلاف يا سياده اللواء؟ اولا انا مقتنع بنسبه 25%. المطلوب عمل ائتلافات قويه داخل البرلمان، قادره على تحمل المسؤوليه، قادره على تمثيل الناشئين، قادره على الادلاء بقوليه فعلا والمشاركه السياسيه الجاده داخل البرلمان. وبالتالي 25% انا شايف انه رقم مش كبير. وعلى فكره يعني تستطيع الكثير او يستطيع الكثير من الاحزاب والمستقلين تشكيل ائتلافات هذه دي يعني وجهة نظري في هذا الموضوع. طيب، لكن البعض بيقول انه يعني بالعكس انت محتاج ان انت تشجع الاخرين ان هم كمان يكونوا ائتلافات، وان انت كده بتعيق يعني بالذات مش بس بنسبه ال 25%، بموضوع ال 15 محافظه وثلاثه من كل محافظه او اثنين من كل محافظه، ده بيعقد الامور اكتر، فانت كانك يعني تنحاز لوجهه نظر واحده ولا تنحاز للباقين. لا، هذا الكلام مش صحيح. اولا تم التصويت مرتين النهارده على هذه الماده، وتم يعني اغلبيه زي ما قال الدكتور صلاح 303 عضو صوتوا بنعم، وبالتالي هذه اغلبيه جيده جدا وليست اغلبيه على الفركرك او المحك، وبالتالي ومرتين، وبالتالي لا يمكن التشكيك في هذا التصويت ولا هذه الاغلبيه، وبالتالي صحيح. كان يمكن للاعضاء ان هم يعني يصوتوا بلا او على الاقل يرفضوا هذا سياده اللواء. دعم مصر بقى كام عضو دلوقتي؟ يعني عدينا ال 200. 200 مش 300 بقى زي ما اكثريه احنا سياده النائب صلاح حسب الله بيقول. احنا يعني اقتربنا من هذا الرقم. لا، 200 غير 300 يا سياده النائب، في فرق 100 كتير. لا يعني احنا طيب سياده النائب طلعت السويدي، غير 295 قلنا من الاكثريه للاغلبيه بالظبط. سياده النائب طلعت السويدي عايز يكلمك. طبعا سامح بيه، حضرتك عارف ده استاذنا، ولكن انا اسال حضرتك سؤال، وعلى دايما انا معتاد بصراحه حضرتك. حضرتك المناقشه في هذه الماده عامه ترضي الجميع؟ يعني بالتاكيد مش الكل اتفق على راي واحد، ورأي لا. حضرتك شفت بنفسك حضرتك النهارده يا فندم، ويمكن احنا اتناقشنا في هذه الموضوع وقلت لحضرتك احنا كنا لازم نناقش اللجنه الماده كلنا عشان نوصل لحل، وفي الاخر لو وصل التصويت الى 30 او 40 زي ما يطلع، ولكن يبقى هناك راي وراي اخر لاسباب اخرى، ان الناس ساعتها اللي في الشارع مش سامح. وحضرتك قلت لي ايوه هي خلاص اتعملت. انا ما بقوش معترض على الماده على فكره، لا عندي نيه ائتلاف ولا عندي نيه حزبي انه يفكر في ائتلاف، ما فيش الكلام ده كله. انا كل اللي انا بقوله اتعملت حضرتك بطريقه او باخرى لا يعني ترضي النواب تحت قبه البرلمان. سياده اللواء عفوا، تحب ترد على هذا الامر؟ يعني قصه لا ترضي النواب داخل البرلمان، أنا موافق إن في بعض النواب لم ترضيهم، وده شيء طبيعي، مش ممكن العدد ده كله اللي موجود هيتفق على رأي واحد، وهذا شيء طبيعي، ولكن هناك أيضا أعداد كبيرة موجودة من النواب وافقت واتفقت مع هذه المادة وما جاء بها، وبالتالي لا يمكن القول بأن الكل كان غير موافق. طب سياده النائب عقاد برضو عايز يتكلم حضرتك وبعدين نترك حضرتك. الماده اللي اختلفنا عليها النهارده دي كانت ماده في منتهى الاهميه، مواد كتير قوي اقل منها اهميه بمراحل بنقعد فيها مده طويله. كان دكتور علي عبد العال حريص انه يسمع لرايين، راي معارض وراي موافق. النهارده لما سمعنا راي واحد وتم التصويت عليه ثم انتقلنا مباشره للتصويت على الماده، ده اثار تساؤلات كتيره جدا عند نواب كتير، واداتهم انطباع خاطئ.
بانه في محاباه لدعم مصر، وده ادى الى حدوث حاله من الهرج والمرج في الجزئيه دي. ثانيه واحده عادي يا دكتور عاد، بس في الجزئيه دي رئيس المجلس في كل الجلسات، بس انت لو رجعت بضبط الجلسات هتلاقي اي اقتراح بيطرح بيرد عليه من رئيس المجلس، هل يوافق الساده الاعضاء على هذا الاقتراح المقدم؟ تمام. حينما يؤخذ الاقتراح الاكثر، لحظه بس، الاقتراح الاكثر توسعا اللي قدم من النائب طاهر ابو زيد 25%، حينما وافق المجلس ما الداعي الى بقيه الماده؟ لا الداعي بقيه الماده، انما ده الاقتراح، ده نسبه التصويت فيه اقتراح كبير اسطوري. اكمل يا حضراتكم، عايز اشكر سياده النائب سامح الاول، بس بشكرك سياده النائب سامح، هي سيف اليزل بشكرك.